لأننا كلنا مختلفين عن بعض ومفيش حد زي التاني، طبيعي إن طرق تعبيرنا عن المشاعر كلها تبقى مختلفة، سواء كانت المشاعر دي حب أو حزن أو غضب أو فرح. كل واحد بيعبر بطريقته، يعني ممكن حد يبقى متضايق جدا بس تبص تلاقيه عمال بيضحك وبيهزر وبيداري، ولا حد يعرف ولا يحس إن هو زعلان. ممكن حد يبقى مبسوط لكن فرحته مش باينة عليه، مش عارف يعبر. ممكن حد يبقى بيحبك بس ما يعرفش يقولك كلام حلو، ما يعرفش يقولك قد ايه هو بيحبك. يعني في ناس مثلا لما حد عزيز عليها بيكون زعلان ما بتعرفش تواسيه، بالرغم من انها بتحبه جدا، لكن ما بتبقاش عارفة تطبطب عليه، ما بتبقاش عارفة تواسيه. لما حد بيكون وحشها ما بتعرفش تاخده في حضنها وتقوله انه وحشها، ما بتعرفش تعبر، لدرجة انه ممكن يفتكر انه هو ما بيحبش او انه هو ما عندوش مشاعر. يعني الناس مش زي بعضها وطرق تعبيرهم عن المشاعر مش زي بعضها، عشان كده مش كل اللي بيضحك فرحان، ولا كل اللي ما بيعيطش مش زعلان. مش عارفة اتكلم في ايه بالظبط او احكي لكم عن ايه واسيب ايه. يعني طبعا مفيش واحدة فينا مثلا عدى عليها موقف كانت مثلا حبيبها سابها او متضايقة منه او ايا كان، وكانت قاعدة مثلا بتعيط فجت صاحبتها قالت لها ما تعيطيش، ده ما يستاهلش دمعة منك. او مفيش مثلا ولد كان منهار او كان تعبان او كان حاسس ان هو في موقف اقوى منه او صعب عليه وعينه دمعت مثلا وقالوا له لا عيب انت راجل ما تعيطش، وكأن الراجل مش من حقه يتعب، مش من حقه يزعل، مش من حقه يتألم. مجتمعنا فرض علينا سيناريوهات كده او تابوهات محفوظة، يعني خلت الراجل مش من حقه يعبر عن مشاعره، خلت العياط ضعف، خلت كبت المشاعر قوة، والشخص كل ما بيقدر يداري مشاعره او يخبيها او يداري زعله ويضحك قدام الناس ويفضل يهزر وما يبينش اللي فيه، دي حاجة كده يعني قوة او ان هو جامد يعني. لكن الحقيقة غير كده خالص، الحقيقة ان العياط عمره ما كان ضعف. العياط دي وسيلة ربنا منحلنا عشان نعبر بيها عن مشاعرنا، عشان نخرج اللي جوانا، عشان اول باول نصفي ونبقى من جوه هادين، نبقى مستقرين، نبقى مرتاحين. كبت المشاعر مضر، كبت المشاعر مش حاجة حلوة. ما تفتكرش ان انت عشان طول الوقت بتخبي ضعفك ان انت كده جامد، لا، لانك ببساطة هيجي عليك وقت، هيجي عليك لحظة كده مش هتقدر تداري، هتنهار، هتبقى عامل طول الوقت زي القنبلة الموقوتة اللي هتنفجر في وش اي حد من غير سبب او على حاجة تافهة. هتلاقي نفسك فجأة بتتعصب، فجأة بتزعق، فجأة بتكبر الموضوع وهو ما يستاهلش، فجأة بتحس ان انت محتاج تشد الفيش عن كل اللي حواليك. ممكن تلاقي نفسك بتعيط على سبب تافه جدا، ممكن تلاقي ان انت بتاخد ردود فعل اكبر من الموقف. ده غير طبعا ان على المستوى النفسي والصحي والجسدي كبت المشاعر بيموت يا جماعة. يعني كل ما تداري مشاعرك اكتر كل ما هتموت بدري. في دراسات كتير جدا اكدت ان الشخص اللي بيفضل يخبي مشاعره لفترات طويلة بيأثر على صحته، بيأثر على متوسط عمره. يعني انت متخيل ان انت كل ما تداري اكتر كل ما عمرك بيقصر؟ في دراسة كمان بتقول مثلا، قريتها قبل كده، ان الست النكدية عمرها اطول. ليه؟ يعني ليه تفتكروا ليه الست النكدية عمرها اطول؟ لان الست اللي طول الوقت بتخرج اللي جواها، هي نكدية بتنكد عليك بس هي بتخرج طاقة الزعل اللي جواها، بتخرج كل الحزن وكل الالم وكل الغيظ وكل، بتفش خلقها فيك يعني، فبتخرج.
كل اللي جواها ده بيطلع، فبتبدأ الكوباية بتفضيها، فبيبقى عندها مساحة انها تملى من اول وجديد، انها تستوعب اكتر، انها تستحمل اكتر، وبالتالي عمرها بيبقى اطول. على عكس مثلا الست الكتومة او الزوجة الكتومة اللي بتفضل تشيل في نفسها وتكبت وتتحمل عشان خاطر غيرها، وتضحي وتزعل وما تقولش، تكتئب، تقفل على نفسها وما تكلمش مع حد، ما تقولش لحد انها متضايقة، ما تعبرش عن اللي جواها، دي عمرها بيبقى اقصر من غيرها، بتموت بدري يا عيني، الست ما بتقدرش تستحمل. بالنسبة للراجل، فالرجالة اللي طول الوقت الناس بتقول لهم انت راجل ما تعيطش من هو صغيرين، من هو صغير سوري، بيربوه على انه ما ينفعش يعيط، ما ينفعش ينهار، ما ينفعش يتعب، دموعه ما ينفعش تنزل، لازم يبقى جامد ويبقى قوي ويداري ويفضل طول الوقت الشخص القوي الجامد اللي هو مفيش حاجة بتأثر فيه. الشخص ده لما بيكبر يا جماعة بيبقى عصبي، بيبقى جامد كده وقاسي، بيقسى على اللي حواليه كلهم، في الاخر نيجي نلوم الراجل على انه مش رومانسي يا عيني. طب هيجيب الرومانسيه منين وهو كل مشاعره كابتها، كل مشاعره مداريها ومخبيها وما بيعبرش عنها. بنطلب من الراجل انه يبقى سوي، يبقى شخصيه سويه، واحنا حارمينه من ابسط حقوقه في التعبير عن مشاعره. يعني هيعمل ايه؟ ازاي بنطلب منه يقول كلام حلو وهو مش عارف يخرج اللي جواه؟ ما عندوش مساحه، ما عندوش. مطلوب منه بس ان هو يستحمل، مطلوب منه بس ان هو يبقى جامد، مطلوب منه ان هو يطبطب عليكي وهو مفيش حد بيطبطب عليه، مطلوب منه ان هو يواسيكي وهو مفيش حد بيواسيه. فعلى المستوى، على مستوى الراجل او مستوى الست، يعني على الجانبين، العياط مش ضعف، وكبت المشاعر مش قوة، لازم طول الوقت تخرج اللي جواك. لو مش عارف تخرجه للناس اكتب، فضي، حاول تفضي، حاول تخرج طاقة الزعل اللي جواك، حاول تعبر عن مشاعرك. ده بالنسبة للمشاعر السلبية زي الزعل والحزن والاكتئاب والغيظ كل الحاجات اللي هي السلبية. على مستوى الحب، في ناس كتير ما بتعرفش تعبر. يعني انا مش معنى ان انا ما بقولكش بحبك ابقى انا ما بحبكش، مش معنى ان انا ما بقولكش انا اسفه ان انا مش حاسه بغلطي. في ناس ما بتعرفش تقول ممكن ابقى حاسه بيك جدا، ممكن ابقى زعلانه عليك جدا وما اعرفش اقولك، ممكن ابقى مضايقه حد ونفسي اقول له ما تزعلش مني ما اعرفش، ممكن ابقى بحب حد ونفسي اكلمه ووحشني ومعرفش اعمل كده. فمش كل الناس عندها القدرة انها تعبر عن مشاعرها، مش كل الناس عندها القدرة انها تقول او تتكلم او تخرج اللي جواها، كلنا مختلفين. لكن اللي لازم نعرفه انه الصحي لينا ولنفسيتنا ولصحتنا لازم نعمله. ما تعملش فيها جامد، ما تعملش فيها قدها وقدود وقد كل حاجة، لأنه في الآخر هيجي عليك وعلى صحتك. مش هتعرف تتعامل مع الناس بطريقة سوية، هتلاقي نفسك عصبي ومتنشن وعندك مشاكل كتير مش عارف تحلها، يعني في تعاملاتك مع الناس، في تعاملاتك في العلاقات، لو اتجوزت، لو حبيت. ما ينفعش، لازم يجي لك وقت تبقى محتاج انك تخرج، تبقى على طبيعتك، مش تبقى بالشكل اللي المجتمع عايزك تبقى فيه. الراجل من حقه يعيط، الراجل من حقه لما يتعب يقول انا تعبان، لما ما يبقاش قادر يكمل يقول انا محتاج حد يقويني، انا محتاج حد يطبطب عليا، محتاج كتف عيط عليه. العياط مش ضعف، العياط مش ضعف، سواء للراجل او للست. الست كمان اللي بتعيط مش ضعيفة خالص، ربنا مدينا الدموع دي. على فكرة كمان الدموع نفسها ليها فوائد كتير لعينك، تغسلها وبتطهرها وبترطب الجفن وحاجات، انا مش عايزة اتكلم بس في الجانب العلمي، لكن هو علميا ليها فوائد، العياط ده ليه فوائد.
انك تخرج مشاعرك ده ليه فوائد، ليه فوائد سواء على صحتك او على نفسيتك. الانسان السوي هو اللي بيعرف امتى يخرج مشاعره وامتى يخبيها، امتى يقول وامتى ما يقولش. يعني الموضوع كبير وليه تفاصيل كتير. انا بتكلم يعني طبعا ده من وجهة نظري مش من وجهة نظر علمية. لو جينا اتكلمنا على وجهة نظر علمية ممكن اعمل لكم فيديو تاني يبقى فيه كل الحاجات اللي بتتكلم عن طرق التعبير عن المشاعر يعني. لكن هو كل اللي انا عايزة اقوله ان احنا محتاجين نفهم بعض، محتاجين نراعي بعض، محتاجين نعذر بعض، محتاجين نسمع بعض، محتاجين نحتوي بعض، محتاجين نقدر بعض، يعني ما نقساش على بعض، ما نحكمش على بعض من بره. مهم جدا ان احنا ما نحكمش على بعض من بره.